شيخنا عبد الله يسأل: هل يمكن أن أتزوج من فتاة قالت أمها أنها أرضعتني ولا تتذكر تاريخ الرضاعات ولا عددها ولم يكن معها شاهد، وهل يشترط معرفة يوم الرضاعة وساعتها؟ نعم، يجوز له أن يتزوجها لأن هذا الرضاع لم يثبت، فالرضاع إنما يثبت عند الحنفية بشهادة عدلين أو عدل وامرأتين، وعند الشافعية إنما يثبت بشهادة 4 نسوة من أهل العدالة، وعند المالكية إنما يثبت بشهادة امرأتين تحققت الشهادة، وعند الحنابلة يثبت بشهادة المرأة الواحدة. وهذا الخبر ليس شهادة، لأن الشهادة من شرطها العلم، كما قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذه المرأة لم تتذكر اليوم ولا الساعة ولا الوقت، فهذا ليس شهادة، وإنما هو مجرد توهم من أنها أرضعت هذا الولد. فإذا كانت أمه هو تنفي ذلك، أو كان من حوله من النساء ينفين ذلك، فلا اعتبار لشهادة هذه المرأة. نعم.